الخير وصباح الصحة والسلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. اليوم سعداء جدا باش نستقبلوا معنا الدكتور مصطفى الودغيري، طبيب متخصص في الطب الباطني وطب المسنين. صباح الخير دكتور، مرحبا بك معنا. صباح الخير سيدي عفاف، وتحية طيبة لجميع طاقم الراديو وجميع المستمعين والمستمعات الافاضل. شكرا جزيلا والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك سيدي عفاف. كنت غبتي علينا الاسبوع الماضي بسبب ظروف السفر. نعم. حضور ربما مؤتمر طبي. نعم. اي نعم، فهذا الشيء علاش كان تراكم ديال كثير من التساؤلات دكتور مصطفى الودغيري. ان شاء الله نتمنوا انه يحلفنا الحد في الوقت اليوم ونجاوبوا على كل الاسئله اللي كنا توصلنا بها بطبيعه الحال ديال المستمعين الكرام. لكل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا على الهواء مباشره من خلال الارقام الهاتفيه فهي دائما 05 22 46 72 50 51 او 05 22 80 00 60 61 او 62. غادي نمشيو على بركه الله الا سمحتي دكتور مصطفى الودغيري، وغادي نبداو باول سؤال من عند المستمعة الكريمة اللي هي الحاجة بهية. كتسولك الله يخليك دكتور، انا الابن ديالي متزوج عنده جوج ديال الوليدات، عرفنا مؤخرا باللي عنده مشكل التهاب الكبد الفيروسي. يلا دابا هما عرفوا تقريبا كنظن الاسبوع الماضي عاد تشخص المرض. كتقولك الله يخليك دكتور، بغيت غير نسولك بالنسبة للاطفال على المسألة ديال العدوى. هي تكلمات على نوع بي. العدوى بالنسبة للوليدات اللي العمر ديالهم 5 سنين و9 سنين، اشنو النصيحه؟ واش حتى هما يقدروا يديروا داك التلقيح؟ نعم. واش ما خصهمش يديروه باقيين صغار عليه؟ الله يخليك، راه حنا تالفين ما عرفنا شنو نديروا، خصوصا ان المرض يلاه اسبوع باش تعرف. نعم. الوغ تم اكتشاف هذا المرض التهاب الكبد الفيروسي نوع بي. نوع بي. أيه. نعم. اللي كيعطي اللي كيقدر يتطور فعلا التهاب مزمن او ليباتيت كرونيك بي. وان مع الوقت اللي فعلا ما كانش متابعه ما كانش علاج كيقدر يتطور لا قدر الله المشكل ديال التشمع الكبدي او لا سيروز دو فو. بالتالي حاليا الحمد لله موجود ادويه. يعني في الاول في التسعينات بدايه 2000 كان باقي العلاجات في البدايه ديالو، ما حاليا الخوف من المرض كبير بزاف فعلا. لكن حاليا دابا الحمد لله باش نتكلموا على العلاج، علاج متوفر فعلا انه ربما مكلف لكن الحمد لله متوفر، وكاين يعني الناس اللي عندهم تغطيه صحيه كان توفر لهم 100%. كيبقى مساله العدوى، العدوى انها بالنسبه كنعرفوا ان الفيروس بي كيتنقل الوسائل يعني التنقل ديالو خصوصا على مستوى الدم والعلاقه الجنسيه غير محميه. نعم. اذا بالنسبه للاطفال خصو يردوا بالهم، لان خصوصا المسائل اللي تقدر تجرحهم يعني تجرحوا بواحد اما بموس مقاس او موس او الالات ديال الحلاقه او يعني ابر او مساله كامله. نعم. يردوا بالهم مع المحيط ديالهم اللي كيعيشوا فيه باش ما يوقعش هذا المشكل، لان اللي يقدروا يتعادوا. كتبقى انه كندير لهم بعض التحاليل واللي تبين بان ما عندهمش الذات ديالهم باقا ما نتجتش ذاك المضادات الاجسام اللي كاتبين بان ميكروب داز، هنا فعلا يمكننا نديرو لهم التلقيح. يعني ان التلقيح ولو في السن ديال 5 سنين، ولو في السن ديال التلقيح ديال ليباتيت بي كيبدا بعد الازدياده يعني بعد النيسانس. نعم. هو نفسه ما كاين شي حاجه جديده، ماشي هذا كيكون لقاح خاص ديال العدوى. لا التلقيح عادي ديال ليباتيت بي معروف موجود كيديروه في المستوصفات الطبيه. أيه. كيدار. نعم. كيدار حتى في العيادات الخاصه، ما كاينش مشكل. يعني خاصو ان رابيل كل مره، خاصو ان رابيل كيدار كل شهر 3 مرات، كل شهر 3 مرات. نعم. وكتبقى وكيبقى نشوف من بعد كنشوف واش كاين لا سيرو كونفيرسيون ولا لا. على كل حال التلقيح موجود. الوليدات اللي كانوا معمرهم ما كانوا عندهم كما قلنا ان كونتاكت مع هذا الفيروس، يعني يقدر يكون وقع ان كونتاكت من قبل، يعني من الافضل انه يديروا التحاليل نشوفوا شنو وقع من ناحيه هذا الميكرو، واش متواجد في الدم ولا لا، واش اللي كان متواجد. حيت في الغالب باش كيوقع كيكون ان كونتاكت ديال هذا الميكروب، وفي 90% في الحالات الذات ديالنا كتنتج لنا ذاك لي زانتيكور مضادات الاجسام خاصه بها. المشكل هو ديال ليباتيت سي، دابا ملي كيكون ان كونتاكت يعني كيكون دخل الميكروب، غالب الاحيان صعيب ان الذات تنتج ذاك لي زانتيكور، كيطور الامور كيولي مشكل ديال المرض مزمن. اما بالنسبه لليباتيت بي في 90% من الحالات كيولي عندنا لي زونتيكور مضادات الاجسام كتكون متواجده وما كاينش مشكل. اذا كنديرو التحاليل نعرفو شنو وقع، واللي كان بان ما كانش عندهم واحد الاتصال بهذا الفيروس يمكن نديرو لهم التلقيح، والتلقيح اللي هو فعال 100%. هذا بالنسبه للاطفال. نعم. بالنسبه للام ديالو اللي هي تواصلت معنا الحاجه بهية والزوجه ديالو، لانهم راه كاملين في دار وحده. نعم. باش كتنصحهم دكتور الودغيري؟ نفس الشيء، يديروا التحاليل وممكن نديرو لهم اللقاح فعلا اللي كيقدر يوقيهم، وكياخذوا الاحتياطات ديالهم باش ما يوقعش مشكل بعد. فممكن ان نفس داكشي اللي غنديروا الاطفال نديروا الناس اللي عايشين مع هذا السيد اللي تكون اكتشاف. انا بغيت نسولك على واحد النقطه
غتسمح لي دكتور مصطفى ودغيري، وربما بزاف ديال الناس تقدر تكون في بالهم، وهي المساله مثلا ديال الانسان اللي كيكون فيه التهاب الكبد الفيروسي سواء نوع بي او لا نوع سي. كنعرفوا بعض المرات بعض الحالات كيكون من ضمن الاعراض ان الانسان الكحه ديالو كيكون فيها شويه ديال الدم، نقطه ديال الدم. كيقدر الانسان بعض المرات كيتصاب بالرعاف، خصوصا اذا كان مثلا ارتفاع في درجه الحراره. واش حتى عن طريق هذا الشيء يقدر يتعادى؟ يقدر مثلا الانسان مصاب رعف، يعني الانسان اللي حداه خصو يرد البال. هو لو كونتاكت، يعني ذاك الاتصال مع الدم. لان كيكون حنا الانسان اللي كيقيس الدم ديال واحد الشخص اللي عنده هذا الفيروس، لان حتى اليدين ديالنا او بعض الاماكن كينقلوا الوسيله الاولى للعدوى تماما. ولا كتكون شي جريحه ربما صغيره في الاظافر ديالنا، ولا يعني كتكون شي يعني واحد المكان معين اللي غيدخل ان يكون واحد اتصال ديال الدم ديال الملوث ولا المصاب بهذا الفيروس مع الدم ديال الشخص اللي هو سليم، وبالتالي كيتم العدوى في هذا الشكل هكا. فالانسان خصو يتفادى فعلا ان يقيس خصوصا الدم ديال الشخص، او حتى كتلقى الفرشه ديال السنان، او كتلقى الاله ديال الحلاقه، او هاد المسائل كلها خصها تعقم. وهنا كنرجعوا دائما كنتذكروا كنا تكلمنا الانسان ملي كيمشي عند الحلاق دائما يستعمل المسائل اللي هي كنستعملوها مره واحده معقمه، وكنستعملوها مره واحده وتمشي. نفس الشيء في الطبيب ديال الاسنان كذلك، هو اللي كيستعمل، لان مجموعه ديال الناس مع الاسف تصابوا بهذا المرض على طريق ربما ذاك الالات اللي كان يستعملهم طبيب الاسنان، او بعد هو طبيب الاسنان غالبا كلهم كياخذوا الاحتياطات ديالهم، لكن كنشوفوا عدد من الناس للاسف المهن اللي هي غير مقننه. كنلقاهم في الاسواق، ولا كنلقاهم في الاسواق حتى مثلا في المدن الباقيه، لي ميكانيسيان دونتيست كنسميهم حنا، مع الاسف باقيين كيستعملوا الطرق اللي هي بدائيه. اللي كتشوفوا اطباء الاسنان بنفوسهم كيطالبوا بالقانون اللي كيقنن هذه المساله، وكيتشكوا من هذا الامر. هذه المساله هذه كتبان بسيطه، ولكن مع الاسف العواقب ديالها وخيمه جدا. في الادواء والانسان كيكون عنده مشكل وعنده حالات لف اللي كنشوفهم في المحيط ديالنا، المرضى ديالنا مع الاسف مشى غير يدير واحد العلاج ديال السنان ديالو، صدقوا في المشكل ديال لا سيروز دو فوا اللي مع الاسف واحد الوقت ما كيبقاش عنده علاج. الحاجه زهراء كتقول لك الله يخليك دكتور ودغيري، انا عندي مشكل ديال التصفار ديال الودن ديالي غير وحده، من بعد كتبان عندي بحال الشكل ديال ضبابة، كان جا شي حد وغطى لي ذاك الودن ديالي، ما كنبقاش نسمع بها نهائيا. هذا الشيء بداني اول مره ملي كنت كنمشي نسافر عند ولادي في الطياره، من بعد ولا تقريبا فيا يوميا. هذه تقريبا المده ديال اكثر من عام ونص، مشيت عند طبيب عام قال لي بلي ما عندي حتى شي حاجه نهائيا. الله يخليك، بغيت غير نعرف دكتور ودغيري واش ضغط الدم عنده علاقه، رغم ان المشكل غير في ودن وحده ماشي جوج. والله يخليك اش من تخصص تنصحني به من غير الطب العام. نعم فعلا المساله ديال لي بوردون وندوغي، او الانسان كيحس بلي كيبقاو يصوتوا عليه، او ولا قالت بحال شي واحد كيدرق ليها الودن ديالها ما كتبقاش تسمع بها. فعلا هذه قد يكون من ضمن العلامات ديال ارتفاع الضغط الدم، من ضمن العلامات ديال ارتفاع الضغط ان كيكون هاد لي بوردون او سكون ابي ايكالمون لي زاكوفين. لكن ما كاينش غير فقط ارتفاع الضغط الدموي، قد يكون مشكل ديال فقر الدم، الانيمي تيدخل هذا المشكل، هذا مشاكل ربما في الدورة الدموية على مستوى الشرايين اللي كيوصل الدم للدماغ كذلك بيكون فيه مشكل، أو الناس اللي عندهم تصلب على مستوى الشرايين يقدر كذلك يتصاب بمشكل. لكن دائما كنرجعوا للمحور أو يعني الفحص المهم اللي خصنا ما نقدرش نستغنوا عليه، هو الفحص عن طبيب أخصائي في الأذنين والأنف والحنجرة اللوغين. ضروري في هذه الحالات ملي ما كنلقاوش الضغط الدموي مزيان وما كنلقاوش تفسير، ضروري أن المريض يشوف اخصائي لوغين اللي باش يفحصوا يشوفوا واش مشكل عنده علاقه بالاذن الداخليه او العروق ديال الاذن الداخليه او العروق عنده اتصال كذلك، فهنا خص يشوف مع اخصائي. نعم انس كيقول شكرا لكم على البرنامج الرائع اخت عفاف، دكتور ودغيري تحياتي. الاب ديالي سبق وتصاب بجلطه دماغيه، على اثرها كان فقد النطق، من بعد مشى بدا الحصص ديالو ديال الترويض في النطق، دابا الحمد لله ولو انه الكلمات يعني كتكون شويه متلعثمه، يعني ما كي نعم. غير الناس اللي معاه في الدار هما اللي كيفهموا الكلام ديالو. قال من بعد الدكتور ودغيري ما بقاش هنا المشكل، الاب ديالي ولا في ديك العزله اللي كتكلم عليها بزاف ديال الناس المسنين، بعد ما كان ضحوكي كان كيجمع معانا، دابا حتى وليداتو ما بقاش كيبغي يجلس معاهم نهائيا. كتعرف النظره ديال المجتمع بالنسبه للانسان، خصوصا انه كان تبارك الله كلشي كيشد ليه بلي العقل ديالو كبير، كانوا بزاف ديال الناس كيجيو يتشاوروا معاه، كانه دابا الاب ديالو ما تقبلش الحاله اللي نعم. كانت وقعت ليه من بعد الجلطه الدماغيه. نعم. كيقول لك الله يخليك، شنو نصيحتك دكتور ودغيري؟ وهو راه من الناس المتتبعين للبرنامج، وبه انا عرفت برنامج الصحه والسلامه. نعم تحياتي الطيبه لسي انس. نعم. والشفاء ان شاء الله العاجل للوالد ديالو. فاللي كاين انه الجلطه الدماغيه ملي كتصيب واحد الشخص، نعم
على حسب المكان فين جات الجلطه الدماغيه. ربما كنا تكلمنا في حلقات سابقه ومن ضمن التساؤلات اللي كيجي ديال المستمعين الكرام الاكثر كنا كنتكلموا على مشكل الحركه. الحركه. لكن النطق فعلا من ضمن العلامات اللي كنابيل لافازي. في انواع لافازي دو فيرنيكي كاين مجموعه ديال لافازي دو بروكا كاين مجموعه ديال الانواع ديال لافازي او مشكل في النطق هنا على حسب المكان اللي تصف الدماغ غادي ما يكون مشكل فرونتال يعني المكان الدماغ اللي هو القدامي اللي كيعطي هاد لافازي في هاد الشكل هكا يعني هاد المشكل ديال النطق هنا قلنا فعلا اما كتكون على مستوى الحركه غادي اما الجنب اليد والرجل ولا كتكون اليد من الرجل ولا كذلك يكون النطق هو اللي العلامه الاساسيه وربما الحركه ما كتصابش يعني على حسب المكان فعلا وقال انس الحركه ديال الاب ديالو مزيانه بقى المشكل تصاب على المستوى بعض الحالات الانسان كيفقد حتى البصر ديالو كيقضي حتى ما كيبقاش يشوف لان ذاك لو نيغ اوبتيك ذاك العصب البصري كيتصاب في مكان في الجلطه الدماغيه تماما فما كيبقاش يوصل ذاك المكان ديال لا ريجيون اوكسيبيتال يعني المنطقه في الدماغ كتصاب وبالتالي خطيره كتختار فين تمشي واخا العصب البصري لو نيروبتيك ما فيه والو ولكن واخا هو كيوصل الميساج ولكن المكان اللي تصاب ما كيقراش هو انتاكت ما فيه والو ولكن تصاب المكان اللي هو الله غير باش نرجع الوغ كيف ما كان النوع الشخص تصاب منطقه معينه على مستوى الدماغ اما الحركه ديالو او الاحساس ديالو او النطق ديالو هنا كيولي كيحس بواحد النقص يعني كيولي كيتصاب في الاستقلاليه ديالو في لوتونومي ديالو الشخص اللي كان كيتحرك ما كيقدرش يبقى يتحرك اللي كان كيتواصل بالنطق ما كيبقاش يتواصل كيجمع كيضحك هاد الناس اللي كيحسوا فعلا بهذا لان كيتلقاهم لواحد المساله اللي كان هي حنا كانت جايبين الله بانها بسيطه جدا ولكن واحد العواقب ديالها كتكون قويه جدا ان الانسان اللي كتكون عنده شي واحد النعمه عطاه الله سبحانه وتعالى وكيفقدها النطق يعني تواصل مع عندك الاخر عندك مساله مهمه ثلاثه الحوايج ديال الحساسيه اللي مهم بزاف او لاسونسيبيتي عندك النطق عندك الشوف وعندك السمع ثلاثه الحوايج هادو ملي كاينسان كيفقد وحده من هاد الثلاثه اوتوماتيكمون كيفقد التواصل مع مع المحيط ديالو اللي كيعيش فيه وبالتالي كيولي في واحد العزله كما تكلم عليها انس كيولي في واحد العزله كيولي هاد العزله كتسمى ليزولمون او لاباتي هاد الحاله غالبا وفي غالب الاحيان الناس اللي عندهم جلطه دماغيه في الغالب قلنا ماشي 90% يمكن 99% كيكون عنده مشكل ديال الاكتئاب لان كيكون في واحد الحاله وبين عايشين واحد كيولي حاله اخرى اما كيولي في الكرسي اما ما كيبقاش يتحرك اما كيجي ذاك النظره ديال الاخر كتاثر عليه اما هو بحال يقول الوالد ديالو كان كيتكلم ما بقاش يقدر يتكلم او كتصعب يتعتم في الهضره دابا حنا كنوضعوا حتى الصوره تخيل دابا مثلا غير الا هو تكلم حاول يوصل وقالوا الانسان راه ما فهمتكش تخيل غير هو الوقع ديالو على هذه المساله او لا وذاك رد الفعل ديال الاخر ربما كيولي كيحس بان ما كيتواصلش بحال ما كيبقاش يعطيه اهميه ما بقاش يبغي يتواصل معاه ما بقاش يبغي يسمع له المحيط ديالو او الاصدقاء ديالو هذه كيحس بها واحد الصدمه قويه وبالتالي كيولي ينعزل وهذا الانعزال هذا عنده علاقه مباشره مع الاكتئاب لا ديبرسيون قلت لك تقريبا 90% ديال الناس اللي عندهم ضغط جلطه دماغيه او لافي سي غالبا كيكون عنده مشكل ديال الاكتئاب وفي الغالب الاحيان كنعطيهم ادويه ما يمكنناش نخليهم في هذه الحاله ادويه مهمه كاين ادويه اللي كتساعدهم باش تعطيهم النشاط للذات ديالهم احسن كنعطيهم لورمون كما قلنا كانت ستيمول لورمون دو لا جوا يعني اللي هي لا سيروتونين هرمون السعاده لا سيروتونين هرمون السعاده كتسمى لا سيروتونين فكاين ادويه اللي كيحفزوا هاد لا سيروتونين باش الانسان كيخرج من ذاك العزله مع مواكبه نفسيه كذلك مع تواجد الاسره خصوصا الاولاد هذه مسائل كلها مهمه جدا شنو تخصص تنصح انس ياخذ الاب ديالو بسبب هذا المشكل يعني هاد المشكل ماشي بالضروري يشوف طبيب اخصائي يعني في الامراض النفسيه ماشي ولا اللي شافه مزيان ولكن ممكن انه اخ اللي شاف طبيب المسنين المسنين تماما المسنين طبيب اخصائي الدماغ والاعصاب كذلك امراض القلب والشرايين هادو كلهم يقدروا يشوفوهم كينتابوا غالبا الاطباء في التخصص كينتابوا هذه المساله وكيبداوا العلاج ديالهم نعم مازال الكثير من الرسائل ان شاء الله نرجعوا لها خلال الحلقه ولكن دابا غادي نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام من خلال الارقام الهاتفيه في اول مكالمه معنا مع سناء على الخط من مكناس صباح الخير سناء صباح النور لالا كيف صبحتوا لالا الحمد لله مرحبا بك الله يجازيكم بخير حبيبه ديالي على هذه النصائح هادشي اللي كتفيدونا الله يسخركم واجب الله يسهل عليك اختي عندي الواليده ماشي لاخر المهم حنا حسينا بها داكشي اللي قريب كتنساه وشنو سميتو هذا ولكن مؤخرا اختي ولات في واحد الحاله ملي دينا هادو وزنا لها ودرنا لها الراديو وداكشي لقينا عندها الزهايمر وقال لنا الطبيبه باللي بدا لها من الجهه ديال النطق دابا بدينا كناخذوا التريتمون ديال الدواء ولكن واحد الحاله كتبدا تندب اختي في وجهها كتبدا شي حوايج اختي تتقول لك شي حاجات ما كاينينش كاع المهم واحد المعاناه اختي ما عرفت بحال اختي شي جبل وطح علينا الحمد لله ما
اللهم انا شوفي دموعك عزاز وغاليين. شوف حسن دموعك عزاز وغاليين وكنعرفوا الام شنو بالنسبه لكل واحد فينا. شوف سناء اول حاجه الوالده ديالك شحال في العمر ديالها؟ غيب شويه عليك مسحي دموعك يا سناء انتي مع الاسره والعائله ديالك. انا وحدي شكاينه اختي انا هي الكبيره في البنات عندها ثلاثه البنات وخي ما عرفتش اختي كيفاش نتعاملي معايا كيفاش واخا يجاوبك دكتور ودغيري. شوف اول حاجه كاين اسئله بغيت يطرحهم لك دكتور ودغيري الا كان ممكن تجاوبيها سناء واخا. نعم لا قبل ما نشوف الجانب الطبي هي عايشه معكم في الدار ولا عايشه في دارها بوحدها؟ شكون اللي مع المحيط ديالها شكون معها؟ دابا حنايا كانت معايا انا مع وليداتي وعايشين معها كاملين. اها الوالد باقي على قيد الحياه؟ الوالد لا ميت شحال هذيك ميت. نعم ميت ما شحال هذيك ميت اللي خلانا احنا صغارين. داكور داك ودابا حاليا مع من ساكنه هي؟ معاناة. واش هذا المرض كيجيب داك المعاناة؟ ممكن ممكن نعم ممكن انت كل ما عشت معاناة كبيرة ولكن ديك المعاناة عاد عايشة معها اليوم. ديك المعاناة وداك الشيء عاد عايشة مع اليوم. داك الشيء داك الشيء اللي عندها كله في الماضي هي اللي عايشة فيه ولكن بحال دابا داك الشيء اللي كيوقع سرقوا ما دابا كتحط شي حاجة كتنساها تقول لك سرقوها لي داوهالي المهم شي حوايج يا ماما ما نقول لك الطب لا اله الا الله محمد رسول الله. وش حالي باش لاحظتي هذا المشكل هذا بدات يعني التعامل ديالها؟ نعم ما توعدناش هو كان بادي مش حال هذه ولكن شحال تقريبا شحال شي عامين ثلاث سنين تقريبا شي ثلاث سنين نعم ولكن دابا تطور لواحد الدرجه ما نقولكش لدرجه انه ثاني عيد خرجتها وعندها لاكتروس في الظهر كتاخذ الدوايا في داك الشيء خرجنا ثاني عيد وبقينا كنتمشاو وصافي قلت امي صافي راه عيانه ما نسدش عليها الباب بسرد حيت فاش كنسد الباب بسرد كتقول لي انت تسدي عليا علاش كتسدي عليا الباب وذاك النهار قلت صافي الوالده راه عيات ما غاديش ثاني عيد خرجت بلا ما نسد انا خرجت من هنا وهي حلات الباب وخرجت يعني يوريك ثاني عيد كيفاش دازت عندنا وخرجت بوحدها لا خرجت اخويا كنقلب ما جاتش بوحدها ما عرفاتش لا انت خرجت بوحدها وما رجع ما عرفاتش ترجع للدار ما عرفاتش ترجع للدار ولقيتيوها من بعد في شي بلاصه تقريبا شي ثلاثه ديال السوايع بحال اللي كتقلبوا بلاصه بعيده نعم داك ودابا حاليا ملي شافت الطبيب واش عطاها شي ادويه كتستعملها؟ عندها الادويه كتاخذ الادويه وكتاخذ الادويه ديال النعاس بحال دابا البارح ما نعساتش رغم ان دوك الادويه كنعطيهم لها هادشي علاش بغيت نسولك الطبيب؟ نعم لا شنو اللي خاصني كيفاش نتعامل معاها كيفاش دابا هادشي الحمد لله واش كتنعس بالنهار وكتفيق بالليل ولا ما كتنعسش لا نهار لا ليل؟ بالنهار وما كتنعسش بالليل نهائيا اللي ما كتغمضش عليها نهائيا ملي بدات كتاخذ الدواء تقريبا شي 10 ايام ولا هذه الحمد لله بدات كتنعس بالليل ولكن بالنهار ما كتنعسش وسميت الطبيبه شنو قالت لي؟ قالت لي ما بغيناش نكثروا لها لاطوس باش تبقى الاستقلاليه ديالها ممتاز قلت لها انا داكشي اللي بغيت تخرج معنا تبقى تدخل تبقى باش تبقى لها ديك الاستقلاليه حيت قالت لك مازال صغيره ولكن دابا شي مرات ما لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم لا واخا شحال قلتي السن ديالها ما سمعتش مزيان؟ 71 سنة يعني بقى صغيرة فعلا. واش الطبيب كاين شي تكوين اللي نديرو بحال دابا كيفاش نتعامل معاها؟ نعم وكتكون في مكناس؟ كتكون في مكناس ولا؟ عطيها الطبيب واحد العذاب اللي كتعيش فيه كتبقى تنزل في حنكها شنو تبقى تهضر معاك الطبيب تقول لك هذيك مشات لي انت براسك تفيق تقول بالصحة السيدة اللي كتقول كل عندها الصحة مشى لها شفر لها وشنو سميتو شي مره بقينا كنلقينا واحد الحل كنمشيو معاها في الخط نعم لا يا امي هذه ولكن كدورنا دورنا وترجعنا هي النقطه اللي بغات نعم وكتكون شويه يعني متوتره كتكون بعض المرات كيصدروا لنا شي كلمات ماشي في بلاصتهم ماشي معقولين او شي حركه ماشي هي هذيك ولا مهدنه كيفاش كتكون هي؟ بحال كيجيها بعدا الرعاش دابا بحال يديها بدا وبعدا كيترعشوا هكا ملي كتكون معصبه ولا شي حاجه كيبداو يديها كيترعشوا ومن ناحيه الاوتونومي ديالها يعني كيمكن لها هي يعني كتلبس لراسها كتاكل لراسها ولا خصكم تساعدوها في هذا الوقت؟ دابا كلشي الحمد لله والشكر لله كدير كلشي لراسها الحمد لله وش نعم. دابا مثلا واش بقات كتعرف طيب ولا تنوض دير لك شي حاجه ما تقدرش ولكن داكشي ديال راسها بحال دابا حتى الغسيل الحمام حنا اللي كنديوها نغسلو ولكن الدوش اذا كان في الدار الدوش ولا الدوش تغسل راسها لا ولكن ضروري خصك توقفي حيت كتعاود تغسل نساء نعم انت ديك الساعه الا خليتيها في الحمام ما تبقى مده طويله داكور ولكن المسائل ديال اليوميه يعني الباس او التواليت ديالها او المسائل اللي بسيطه كديرها لراسها لا الاستقلاليه ديالها اللهم لك الحمد الحمد لله الشيء انا الطبيب ما بغيتش انا قلت خصها شي حاجه اللي تكون مرتاحه نعم وفي نفس الوقت
وفي الوقت تكون شنو سميتو كتبغي نخرج بزاف على الطبيب وتتعرف مع الوليدات ما يمكنش تبقى تخرج دائما ما يمكنش كل واحد عنده حنايا عندنا ثلاثه ديال البنيات اللي كاينين انايا الكبيره فيهم وكل واحد ظروفه وكل واحد دابا عايشه معاك انت يا سناء في الدار دابا هي معاك في الدار حنايا مؤخرا خدينا لها حدايا واحد الدويره حدايا ولكن ما يمكنش تبقى بوحدها دابا انا راني جيت لهنا للدار باش نقدر نهضر معاك في الحومه باش نقدر نهضر حيت الا كنت حداها ما نقدرش نهضر مازال كترجع مازال كتعرف نعم نهضر قدامك بيان سور كتفهم ودابا مثلا في المبيت شنو كتبات بوحدها كيفاش دابا مثلا في المبيت كتبات بوحدها في دارها لا الا شفتها مكالمه وداك الشيء كيبات معاها واحد في وليداتي أيه. ولكن الا ما كانت ماما ملي شفتها بحال دابا البارح شفتها معصبه وسميتو ما نقدرش انا بت معاها بتي معاها واخا ولكن الا شفتها زعما كانت خدات الدواء شفت في العشيه كانت معدنه وما كاين حتى مشكل كنخليها وكنجي انا كيكون واحد في الدراري والتليفون الاخوات ديالك حتى هما في مكناس في نفس المدينه سناء لا ماشي في نفس المدينه واخا نجاوبوا ان شاء الله على السؤال ديالك وشكرا لك اش نقول لك ربي يكون لك عوينه سناء ماشي سهل ربما مازال كيكونوا الاخوان ولا الاخوات في نفس المدينه كيوقع ان هذيك الحمل مره عليا مره عليك كتوقع يعني كتكون لك المساعده لكن ملي واحد كيهز الحمل بوحده هو اصلا عنده مسؤوليه ربما سمعنا حتى الصوت ديال وليداتها وهذه الامور كامله كاين مسؤوليه ديال الزوج ديال البيت اخر ديال هذه الامور كلها دكتور ودغيري فهي تبارك الله ما شاء الله عليها وانا عجبني سؤالها بزاف قالت لك دكتور ودغيري واش كاين شي تكوين اللي ممكن نديرو باش نعرف نتعامل معها تبارك الله نعم. يعني غدايره مجهود مع الام ديالها نعم يعني خليناها سمعناها يعني تكلمت على راحتها وعبرت على على على, على, على المعاناه أيه. المعاناه اللي ومساله اختي عفاف هذه كنلاحظوا يعني المرضى اللي كنشوفوهم يعني اللي كنسمعوا الاخت سناء كتكلم راه كلهم في هذا الشكل هكا كلهم كتحس بهم لان هذا مشكل اللي خاص العائله ما كيصيبش فقط المريض كيصيب المريض ولكن واحد المعاناه اليوميه ديال 24 ساعه 24 ديال العائله وكتلقى في الغالب واحد الشخص الوليدات اما الولد اما غالبا البنت اللي نازل عليه يقولوا ذاك الحمل هما اللي كتلقاهم في اللي حاسين هما اللي عندهم العيب الكبير ربما يساعدوا الاخرين لكن كتلقى غالبا اما وحده ولا جوج اللي كيقدروا اللي كتقوم قرار بزاف الوليد او الوالده ديالهم هما اللي كتلقى وهاد الناس الدراسات بينت وثبتت انه هاد الناس معرضين اكثر للاكتئاب معرضين اكثر لتفاقم الامراض المزمنه فهاد الناس هادو يعني جميع الابحاث تبين بان هاد الناس كيف ما قالت سناء فعلا ما خصناش نعطيو فقط دواء مهم ممتاز تشخص مرض الزهايمر اعطينا الادويه لكن الادويه ما غاديش ما كنلقاوش دائما الدواء المناسب او كيطلب وقت كبير باش نلقاو داك الكميه وداك النوع اللي غادي يقدر يساعد المريض لان كاين ادويه كثيره وفي عملها كيف ما قالت الطبيبه نقدر نعطيك شي دواء اللي يقدر ياثر عليها ماشي ينفع اذا كتحاول تخلي شويه الوقت تحاول تبدا بكميه بسيطه وتطلع الكميه بشويه وتبدل الدواء حتى تلقى داك الشكل وداك النوع ديال الدواء اللي يقدر يساعدها لكن اون اتوندون العالم لقاو هذا الحل فهنا معاناه ديال هذه العائله هذه ففعلا اللي كان نشوف يعني ننصح الاخت سناء انه اللي قدرت تلقى شي جمعيه اللي كتهتم بمشكل الزهايمر في مكناس غالبا لان كاين مجموعه ديال الجمعيات اللي كتهتم بالزهايمر كاين في الرباط كاين في الرباط كاين في الدار البيضاء كذلك الجمعيه ديالنا جمعيه علم الشيخوخه كاين جمعيه مغرب الزهايمر كاين واحد المجموعه ديال الجمعيات اللي الحمد لله كيقدروا يديروا واحد المجهود ولو بسيط لمواكبه العائلات لان المشكل قلنا انه مشكل ما يمكنناش فقط نعطيو الدواء وفقط نكتفيو دائما الدواء والمواكبه ديال العائله ديال المحيط ومواكبه ديال المريض الاجتماعي كنسولو خصوصا دخلنا للجانب اللي هو اجتماعي اكثر فين ساكنه مع من ساكنه واش عندها الاستقلاليه ديالها مهم لان هذا الشيء اللي يقدر ياثر عليها لان اللي ما كانش فقدت الاستقلاليه ديالها غتولي غادي تولي في الفراش ديالها خص لي يعاونها خص لي يوكلها خص لي يشربها خص لي يلبسها خص كتولي ديبوندونت يعني ما يمكنلاش واحد اخر اللي ما جاش تساعدها راه تبقى داك الكينه ديالها ما كاينش غيسول فيها حتى غادي تموت فهنا مزيان الحمد لله عندها الاوتونومي ديالها حنا كل ما كان تشخيص وهذا موضوع اللي تكلمنا فيه ومازال نتكلموا فيه لان فعلا معاناه واختي عفاف قلت بان الدراسات حاليا يعني العدد ديال المصابين بالالزهايمر في المغرب يفوق 100,000 حاله وربما يوصل حتى 150,000 حاله يعني عدد هادو غير اللي تشخصوا هادو غير اللي ما تشخصش احنا الاختصاصيين في هذا المجال يوميا عندنا كتشوفوا حالات ثلاثة حتى أربعة الحالات يوميا يعني هذه من باب الاخصائيين في هذا المجال يعني معاناة لان ماشي سهل حتى ملي كيجي عندك مريض كيختلف على المرضى الاخرين المريض اللي خصك تعطيه الوقت الكافي توجه العائله تسمع العائله بحكمة تكلمنا مع سناء لان كنحسوا بداك الالم داك لا سوفرونس واحد كنا درنا واحد الدراسه
وكنسول العائله كنقول كيفاش كتشوفوا انتم لازايمر عرفتي باش جاوبنا واحد قالنا لازايمر سي لونفير بحال سي لونفير بحال واحد جاوبنا فاش شكل قال لك انا جربت جميع انواع المرضى ولكن هادني تصاب الوالد ديالي وكان تقابلو قال لي انا ما كنتش كنتصور هادشي اللي كنعيشو به. وربما غتسمح لك واحد النقطه دكتور ودغري الوليدات اللي رباهم واحد الاب او واحد الام وكانوا كيشوفوا فيه قدوه كيشوفوا فيه كيف ما قلنا يعني داك يعني في العائله نعم. تقييمته كبيره بزاف نعم. فربما كيبداو يلاحظوا شي تصرفات شي كلام كيف ما قلتي اللي ماشي في المحل ديالو نعم. فاول حاجه غير وليداتو باش كيتقبلوا هذيك المساله ما كتكون سهله عليهم تماما يعني كيقول لك بحال ماشي الاب ديالي بحال انا ما عمرني ما عرفت وهاد المساله اللي فعلا اخت عفاف اللي كنقول ان العائله خصوصا الوليدات والزوجه او الزوج على حسب شكون المصاب يتفهموا لان غير كتلقى عندنا حالات ان كتكون المراه اللي مصابه وكيجي معها الزوج ديالها وخصو يتفهم هذا الشيء او العكس الزوج المصاب والمراه خصها تفهم هذا الشيء هذا لان كتقول كيدير معايا ولا كتفعل معايا ولا لا راه اللي داروا هادشي راه ماشي الخطر هما المراه اللي داروا هادشي اللي قال واحد كان ماشي في مكان ديال راه ماشي الخطر اللي دار واحد واحد الحركه اللي خصدر منه شي مساله راه مسكين ماشي الخطر راه مريض راه خص نعطيو الوقت ونصبروا ليه ونحاولوا غير هو فعلا كما قلنا ان كاين ادويه اللي الحمد لله عندنا حاليا ادويه اللي كنقدروا بها شويه نقص هذا التوتر هي كنحس بها ما كتنعش اذا كاين ادويه نقدروا نعطيو اللي باش تقدر تنعس اللي نعست هي اللي عايش معاه في الدار غادي ينعس الصباح غيصبحوا مزيان اللي بقى كلشي فايق بالليل اييه غيصبحوا لان هي بقات فايقه يعني راه بنتها ما غاتنعسش غتبقى فايقه معاها اذا ولدنا عندها التزامات اليوميه ديالها عندها العمل ديالها عندها وليداتها عندها فما يمكنش اذا خص هذا الجوهر انه هذا الشخص المصاب بالازمه خاصنا نلقاو ليه واحد لاكاليتي دو واحد لو بيانيتر ولو بسيط ولكن على الاقل يقدر يرتاح ويريح نفسه ينعس مزيان ما يبقاش ذاك الحركيه ما يكونش ذاك لاجيتاسيون ذاك التوتر اللي كان الاكتئاب خصنا نعالجوه كذلك اللي كان المشكل السلوك ديالو كاين مجموعه الادويه اللي كنهدنوا بها كاين مجموعه الادويه اللي كنعطيو باش مرض الازمه ما يجيش يتطور يتطور بواحد البطء ما يمشيش بسرعه كاين مجموعه ديال المسائل الاخرى اللي كنقدروا ننصحوا بها يعني متدخلين اخرين لا في الترويض ولا في الاخصائيين التغذيه ولا يعني مجموعه ديال الامور نقدروا ننصحوا بها باش نساعدوا هذا المريض باش يقدر نحافظوا لي على واحد التوازن اللي هو ماشي سهل ولكن على الاقل واحد ستريك مينيموم نقدروا نساعدوا به المريض والعائله كذلك. نعم ربما غير بسرعه وهذا الامر مازال هذا الموضوع نرجعوا ليه دكتور دغري طرقنا ليه ومازال نرجعوا نعم. مره اخرى غير الا سمحتي شنو الاحتياطات اللي خاص ضروري الابنه ديالها ترد لهم البال او المحيط ديالها يعني هي قالت بلي راه كتجيها بحال دابا مثلا هي كتكلم معنا في البرنامج قالت ما نقدرش نتكلم قدامها خلاتها في الدار وجات هي لدارها باش تهضر معنا على راحتها نعم. شنو الاحتياطات اللي خاصها مثلا ترد لهم البال في الدار؟ في هذا سؤال مهم جدا اختي عفاف كنشكرك عليه لان المشكل الغالب الناس اللي مصابين بالالزهايمر ماشي الالزهايمر هي خلات الباب محلول خرجت ثاني عيد قالت انه ثاني عيد نعم تيقلبوا على السيده فين الناس اللي فعلا اللي عندهم الالزهايمر باش اسباب الوفيات ماشي الالزهايمر نعم سبب الاختفاء راه في الاختفاء دكتور هو ارضيه اللي كجال انه كيجيو مجموعه ديال المشاكل اللي كجال ان هذا المرض كيتطور بسرعه او انسان كيفقد الاستقلاليه اذا انسان عنده اكتئاب ظروف معينه الاكتئاب كان جا قوي فكيقدر المرض ديالو يتطور سقوط يعني كانت كيتمشى لقى واحد البروبليم ديال ليكيليب طاحت هو تهبس هو فقد الاستقلال ديالو هاجا الاجتفاف في الفتره ديال الحراره جايه يعني خصو يشرب ما بزاف يعني ديالو غتنشف ينشف الكلاوي غادي يتصابوا غادي يقدر يدوخ ولا طونسيون غادي يطيح مشكل ديال التعفنات مشكل ديال تناول بعض الادويه اللي غير ماشي في المحل ديالها تقدر تاثر عليه فهذه مساله مهمه المساله الثانيه سون ابيل يفو سيكوريزي ليسباس يعني ذاك المحيط اللي كيعيش فيه السلامه ديال المحيط اللي كيعيش فيه او البيئه اللي كيعيش فيها بحالاش دكتور ودغي الوغ بحال عندك البيت ديالو البيت ديالو ما خصش يكون فيه شي حاجه اللي غادي تقدر تسقط بحال كيكون ذاك الزرابي اللي صغار اللي يقدر يحطوا ياكلوه مثلا ياكلوه الخيوط ديال السلوكه ديال التليفون ولا ديال الراديو ولا هذا ربما جات كنسيقوا ولا نظفوا البيت بقى الماء يقدر يزلقوا كذلك دخل الحمام الضو ما كاينش الضو بسيط غادي يقدر يلقى صعوبه انه باش يقدر يطيح ويقدر ما كاينش ذاك لي بينوار ما بقاش ذاك ديال اللي يهز رجلو ويطلع البينوار خاص اون دوش البينوار الشخص اللي عنده 80 سنه ما يمكنلوش يطلع في البينوار يقدر يفقد التوازن ديالو عندنا كذلك الصالون او البيت دائما ذاك الكرياج لان عندنا حالات ما تكلمناش شحال واحد مسكين جابوا الله بان هذاك يسموه الباب وغاشرجموا طاح وماتوا خصوصا اللي في الطابق الثالث ولا الرابع كيطلب كيجيبوا الله ولا كيجيبوا
حتى رجلي وحتى كتبان له راه بحال قريبه. هو هي راه يفوس ذاك خصو يدير ديكرياج باش ما يبقاش المشكل. كذلك انه انسان يسد الباب ديال البيت ديال الدار ديالو دائما يعرف كيفاش يسدها، لان ولا حتى دابا حاليا ولاو دابا ساعات خاصه عندهم الجي بي اس دابا كنكتبوا من الناس يعني ذاك الجي بي اس. هنا فين التكنولوجيا كتخدمنا، هنا فين خاصنا نستافدوا منها. دابا الاغلبيه ديال المرضى ديالي كنعطيهم يشريوا هاد الساعات هادو اللي هما عندهم اتصال مع الهاتف النقال، وفي ما كتعرفوا فين كتعرف فين مشى، سواء مشى قريب ولا بعيد ناعس ولا كتعرفوا فين هو موجود. هي مشى ثلاث ساعات هما كيقلبوا. عندنا حالات وقت استاذ عفاف الناس تغيبوا يومين ثلاث ايام ما تلقاهم، اما لقاهم مشردين او لقاهم في شي بلاصه معينه او في للاسف يقدروا ما يلقاوهمش او ما يلقاوهمش يقدروا يخرجوا ما يرجعوش مره اخرى شي مدينه اخرى ولا فهذه المساله هذه خطيره جدا. على الاقل الامور كنقدروا دابا التكنولوجيا كتنفع حاليا، وعدد الناس فعلا اللي يستعملوا هذه الساعات فهم عاجبهم الحال، لان يقدروا يعرفوا الشخص فين يتواجد. الكوزينه ايضا ما نساوش البوطه مثلا، ما نساوش الادوات الحاده تماما تماما، وذاك الادويه او المسائل ديال اللي كيعقموا بها لان كتكون توكسيك كذلك، فمجموعه الامور خصنا ناخذ الاحتياطات ديالنا. ونقولوا هذا السعاد راه حتى الدواء ما خصوش يبقى حداها، لان تقدر تشربوا المره الاولى وتعاود تشربوا المره الثانيه وتعاود تشربوا المره الثالثه. هي قد دابا غير الدوش الا خلاوها كتغسل وتعاود تغسل وتعاود تغسل. وعطيك يعني انكدوت بحال يعني البارح حسينا اتصل بي قالت لي الوالده خذات واحد الدواء وبقات ناعسه ما فاقتش. علاش؟ قالت لي خذات. قلت لها السيده عندها الزهايمر وما كتعرفش، وخليتي لها الدواء تاخذ لاصه بوحدها. ما يمكنش الشخص اللي عنده الزهايمر ينسى ياخذش الدواء بوحدها، ما يمكنش. يعني يقدر ياخذ حتى ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه الحبات وجاب له الله ما خداش. ها هو كلا يقول لك ما كليتش، ها هو شرب يقول لك ما شربتش، ها هو خرج يقول لك ما خرجتيش، ولا هاد المسائل خصنا ناخذ الاحتياطات ديالنا فيها. نعم شكرا لك على كل هذه التوضيحات دكتور الغيري. غادي نمشيو هذه المره في مكالمه اخرى، ودائما ارقامنا الهاتفيه راني اشارتكم مستمعينا الكرام. نستقبلوا معنا حفيظه على الخط من مدينه الرباط. صباح الخير حفيظه. صباح الخير لاله، مرحبا بك. الله يبارك فيك، شكرا على هذا البرنامج وشكرا للدكتور على المعلومات القيمه ديالو. مرحبا لاله. الله يخليك لاله، بغيت نستشر مع الدكتور على على بنتي. كان عندها دي بيتي فيبرون ميكروسكوبيك قدنا جينيكو، وكيجيوها لي ريغل ابوندونت، دونك داروا لها انيمي. داروا لها انيمي كبيره، وما كناش حنا عارفين هاد في الاول. بنتنا غير الانيمي والبنت كضعاف، وديناها عند انترنيست ولقينا اليكوباكتير. عاود مشات عند الطبيب في المعده والجهاز الهضمي، والمهم وحنا اون اتاتوني بوندون اون اني ولا شحال باش عاد لقينا لوريجين ديال داك الانيمي اللي واحد الوقت وصلت لها لا فيريتين حتى 5. نعم. ومن بعد الهيموغلوبين شحال كانت الهيموغلوبين الكويت الحمراء؟ الهيموغلوبين كانت 36.3. لا 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 غتكون 12 او 11 او يعني كتكون لا لي 12 الهيموغلوبين 11.9 ولا فيريتين 5. ليماتوكريت هي اللي ليماتوكريت فعلا. الهيموغلوبين كانت 11.9. داكور 11.9. المهم من بعد مؤخرا درنا لها داك ليليكوباكتير الى ايتي تريتي، التست كان نيجاتيف. ممتاز. متبعه عند جينيكو كتعطيها دي عاد بدات الحق كتعطيها دي بيلول شي ادويه ديزورمون بور ريغولي ديزورمون بور ديزورمون كتعطيها ديزورمون ما عرفتش شنو. وسميتو دابا كتحس بالعيا. لا فيريتين دابا عندها 10.5 يعني اللي انفيريور. الشيء الاخر كلشي عنده مزيان، عندها مزيان من غير لا فيريتين اللي هي، ولكن كتحس بعيا ظهرها كيضرها بحال ريماتيزم، بحال شي مرا كبيره عظامها ظهرها رجليها وديما عيانه وشقيقه في الراس، كيجيوها بزاف لي ميغرين. و طول طون فاتيكي طول طون عظامها كيضروها، يديها ظهرها خصني ماساج حتى لدرجه ان كيأثر عليها هادشي حتى في خدمتها، وهي عندها 24 سنه. داكور. ايوا دابا ما عرفناش واش تمشي عند غيماتو ولا تمشي تشوف، ما عرفناش زعما شنو يمكن يكون. واخا لا نحاولوا نجاوبك. واخا حفيظه نجاوبك ان شاء الله. دكتور بدغيري شكرا جزيلا لك، تواصلتي معنا من مدينه الرباط. معليش نستقبلوا معنا حتى ام فهد من معنا على الخط من مكناس، ونرجعوا باش نجاوبوا على سؤال ديال لاله حفيظه. ام فهد مرحبا بك. ام فهد مرحبا بك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور على هذه الحلقات نتمنى تعلمنا شحال من حاجه الله يسهل عليكم. العفو شوفي الا جات على خاطرك ام فهد رجاء تبعدي على الراديو واخا سمعينا غير من التليفون. شكرا جزيلا باش الصدى ديال الصوت هكذا ما يبقاش يرجع. الله يسهل عليك. انا بغيت نكمل داك السؤال اللي الاول ديال البيتاتي تبي. اييه التهاب الكبد الفيروسي. اييه الله يسهل عليك. بغينا نشوفوا يديروا لنا حلقات عليه باش نعرفوا هذا الشيء اللي كاين. واخا لان حتى حنا حيت تصابنا به ما عرفناش. وما كناش كان ما كانش عندنا شي اعراض. شكون اللي تصاب ام فهد؟ واش انتي اللي مصابه به؟ الزوج ديالك. اييه في الاول كانت المعامله صعيبه. نعم. ما حيت عرفنا المرض ديالو تقلق وهذا، ولكن المهم دروك استجبنا مع هذا الوضع ديالو ولا لاباس. الحمد لله. كان في الاول عنده سبعه ودروك عنده جوج. واش خدا ادويه ولا فقط مراقبه؟ خدا ادويه. خدا ادويه بالطبيب. نعم. حقن حقن ولا اقراص؟ لا اقراص. اقراص داكور. الله يسهل عليك. بغيت نعرف الاغذيه ونشوفوا زعما هذا المرض مناش كيجي يديروا لنا واحد الحلقات ان شاء الله. هذا وعد ان شاء الله. دوري ام فهد. شوف ام فهد بغيت غير نسولك. انت عملتي تحاليل؟ والحمد لله كل شيء مزيان. الحمد لله كل شيء مزيان. الحمد لله. نعم. الواحد ما يتخوفش لان في الاول تخوفنا والان لا الحمد لله. درتي تلقيح؟ درتي تلقيح مدام ام فهد؟ لا عنده درت تحاليل ثلاثه تحاليل كل شيء خرج مزيان. ما قالوكش يديرولك التلقيح الفاكسان؟ لا. داكوغ. قالوا لي ما ديريهاش. داكوغ. عند كل شيء عندك مزيان. واخا ام فهد. بغينا نعرفوا غير الحلقات المهم يتعرف هذا المرض. كيما حنا ما عرفناش في الاول لان ما كانش حتى اعراض غير الاغماء اول مره صافي ديتو للطبيب وعرفوا عنده العلامات ديالو. واخا ان شاء الله نبرمجوها مره اخرى ام فهد لانه كنذكر مع دكتور مصطفى الوزغيري تحديدا كنا عملنا الكبد الحاله ديالو في جميع الانواع. نعم ديال الالتهابات. نعم. بدينا من مشينا حتى وصلنا لانواع اخرى. نعم. وكل واحد شنو الفرق ما بينه وما بين النوع الاخر. نعم. واش كيطور نوع الى نوع اخر او لا لا. كنا هذه النقط كامله تكلمنا عليها. نرجعوا مره اخرى ان شاء الله نبرمجوها باذن الله. ان شاء الله. نعم. نرجعوا للسؤال ديال لاله حفيظه. الابنه ديالها هي كان مشكله ديال فقر الدم وفقر الدم تبي بان عنده علاقه بمشكل ذاك الكرات اللي في الرحم او سكنا بين لي فيبروم. ذاك لي فيبروم بنت باقا صغيره 24 سنه فربما كيكون تقلبات هرمونيه وعطات هذا الطبيب اخصائي عطاها ادويه في دي زورمون باش يتقاد لها لو سيكل ديالها. وغالبا هاد لي فيبروم اما كيبقاو في ذاك الحجم او كينقصوا بشويه بشويه. لكن كخصها المتابعه لان المتابعه ديال لو دومين خاص باخصائي النساء والتوليد. لكن المشكل اللي تاني انتباهي انها قالت لك انها رغم تناولها الادويه رغم ان لا فيغيتين بدات كتحسن يعني طلعت ال 10 غادي هذا الهيموغلوبين 11.9 يعني ماشي حنا يعني تقريبا 12 ونص قل من 12 ونص كنتكلموا على فقر الدم 11.9 تقول 12 يعني ماشي شي نزول قوي ديال 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 الدم او فقر الدم. لكن هنا اللي تم انتباهي انه رغم هذا الشيء هذا باقي كتحس بهذه العيا الالم في المفاصل في الظهر ديالها يعني مجموعه ديال العلامات اللي ما نربطوش كل شيء مع فقر الدم. فهنا خصنا نبحثوا مازال نزيدوا نبحثوا واش ما كاين امراض اخرى ربما امراض مناعه ذاتيه ربما نقص في امور في الذات ديالها نشوفوا كذلك الغده الدرقيه نشوفوا مجموعه ديال الامور اللي ننتبهوا لها ربما هي اللي تعطينا هذا الشيء. لكن في هذا لو كونتكست هذا كنفكوا كذلك في واحد النوعيه ديال المرض اللي كنا تكلمنا عليها ذاك اللي كنقول لها فيبروميالجي او التليف العضلي. لان هذا لو كونتكست في هذا الشكل اللي كتكلم ما غنربطوش 100% ولكن كنتيقنوا هذه المساله تكلمنا فيها وكان حتى الموضوع كان مهم اللي شاركنا فيه الاسبوع الماضي في الملتقى الدولي او المؤتمر الدولي لامراض العظام والمفاصل. وكان حصه خاصه بلا فيبروميالجي او واحد السيسيون التليف العضلي كانت فيها خبراء دوليين. نعم. وفعلا ما كنتكلموا على هذا المرض هذا حتى كنتيقنوا بان ما كاينش مشكل عضوي. نعم. وكان ولكن واحد الحاله اللي هي منتشره بشكل كبير. ملايين الاشخاص المصابين وملايين الاشخاص مصابين وما عارفينش راسهم عندهم هذا المشكل الصحي. نعم. علاش؟ لان ما كتعطاش ربما واحد الاهميه ربما المريض ما كيقصدش الطبيب المختص لان ما كيشخصش كيبقى بين طبيب الى طبيب اخر.
كاين المرضى ما كيقتنعوش كتولي عندك مشكل ديال التليف العضلي وبالنسبه له ما مقتنعش بالتالي ما كيتبعش النصائح ديال الطبيب ما كياخذش الادويه اللي كيعطيه الطبيب فهذا مشكل هاد العلامات الاساسيه هو العياء الشديد هاد الالم اللي كتنقل من مكان الى اخر هاد الحاله ديال ربما ديال عدم التركيز اللي قد تبع عند الشخص وخصوصا هاد العياء الشديد اللي ما كنلقاوش عنده شي تفسير في التحاليل يعني كيكون عياء اما كتكون مشكل عضوي او مشكل على مستوى لي زغمون او مشكل على مستوى الكبد او الغده الدرقيه او كيكون عندنا او التهاب معين كيبين لنا تفسير كيعطي تفسير لكن عياء شديد بدون تفسير غالبا كيكون هذا المشكل ديال التلف او الضغط النفسي قوي اللي بدات كتبدا تعبر على راسها بهذا العياء الشديد بحال واحد لو سورميناج بدات كتولي ما بقاش تتواصل فكتبدا الانسان كيحس براسو دائما عيان ما قادرش حتى شي مجهود ما قادرش يتحرك الالم في كل مكان فهذا كذلك كاين مواكبه وخاصه هي سولات لاله حفيظه من تخصص تدي ليه لبنيتها اللي كان عندها طبيب اخصائي في الطب الباطني ماشي حتى اخصائي في هذا المجال ولكن هي قالت بلي فعلا كانوا توجهوا للطب الباطني هو اللي عرف راه عندها مشكل في الحاله الجنسيه فكيكون داك النظره شموليه وربما اللي شخص واحد مشكل معين ربما الجهاز الهضمي يقدر يصيفط عند الاخصائي الجهاز الهضمي لكن هو داك النظره الشموليه اللي عند الطب الباطني يقدر يحاول يلقى واحد التفسير وبالتالي ينسق مع الاخصائيين الاصدقاء نعم سؤال ام فهد اللي هو عنده علاقه بالتهاب الكبد الفيروسي نوع بي دكتور ودغيري نعم. بغيت نسولك على المساله ديال التلقيح لان الوقت اللي سولتيها قالت ما عملاتش التلقيح تحاليل دارتهم ثلاثه ديال المرات خرجوا مزيانين واش في بعض الحالات كيكون الانسان ما محتاجش التلقيح هذه سيت اون بيرسون ا ريسك يعني واحد السيده اللي عندها يعني واحد الخطوره او يعني معرضه انها تصب واخا يكون مثلا الانسان اللي مريض في الدار بدا العلاج بدا كياخذ الدواء والحاله هي راه بدات كتحسن اللي كانت تعالج حنا اللي كنديرو التحاليل كنتيقنوا بان الشخص الفيروس ما تنقلش يعني يقدر يكون تنقل وكنقدروا نعاودوا ثلاث شهور من بعد نشوفوا واش كاين داك لونتيجين اش بي اس ولا لا ديال الميكروب ديال ليباتيت بي او الشخص كان عنده كيف ما قلنا في بدايه الحلقه كيكون ديجا ان كونتاكت وداك الداس ديالو نتج داك مضادات الاجسام ما بقاش محتاج هو كاع الفاكسان يعني هو ولا ذاته حماته من هذا الميكروب هذا ما يديرش الفاكسان لكن اللي باقي عنده يعني ما كانش ان كونتاكت وما عندوش هذا لونتيكور من الاحتياط انه يدير هذا الفاكسان سواء الاطفال اللي عايشين او حتى الزوجه ديالو باش كتحمي راسها من هذا الميكروب نعم غناخذوا معنا في اخر مكالمه فوزيه على الخط من وجده صباح الخير لاله فوزيه اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام اختي عفاف كنحييك ونحيي الاستاذ الدكتور ودغيري مرحبا بك فوزيه عندي واحد السؤال اختي عفاف الله يجازيك بخير كنعاني بفقر الدم كنشرب عطياني مده الدكتوره ديال الباطين عطياني مده ديال 3 شهور دوك القريعات نتاع الحديد عرفتوني وقالت لي خصك ديري التيو وانا ما كنقدرش التيو كان كي كيدخلوا لي التيو كنقلبوا ردوا ودوك مانيش عارف واش ضروري نديرو ولا ما عرفت نعم لا خلاص وعلى حسب كان عندي الإيموراجي وكانت دارت لي فقر الدم إيموراجي يعني نزيف نزيف الخروج ديالك او لا لا العدم اللي كتجيني كتبقى 25 يوم الدورة الشهرية الدورة الشهرية نعم العمر ديالي 28 38 ولا 28 48 48 سنة راني شادة كثير وراني نشري الدورة واخا نمشي ونهضر معاكم شكرا جزيلا لك فوزيه اللي يعطيك شكرا جزيلا لك هو غيجاوبك يجاوبك دكتور فوزيه عطاتني التيو نعم لا التيو قالت لي ما قدراتش عليك يجي صحيح مرحبا لاله فوزيه اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا لاله نجاوبك ان شاء الله المشكل ديال فقر الدم فوق ما كنكتشفوا فقر الدم ما كنكتشفوش فقط بالادويه نعم لان كاين سبب نعطيك الدواء واحد المده معينه ملي غيحيد الدواء غيجا المشكل دائما 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 هذا هو الطب عندنا واحد المرض معين خصنا نبحثوا على السبب عندها الانيمي اذا السيده كتفقد الكريات الحمراء الدم ديالها ربما الدوره الشهريه كتبقى فيها 25 يوم اذا غالبا عند النساء شنو كيكون السبب اما عنده علاقه بالدوره الشهريه كتكون الدوره الشهريه كتكون قويه ومجهده وعدد الايام ديالها طويل بزاف وطويل فعلا كتفى مع الوقت هذا الشيء الدوام هذا ماشي غير مره الدوام فمع الوقت المراه كتوقع لها مشكل ديال فقر الدم او كيكون مشكل عنده علاقه بالجهاز الهضمي هادو جميع الاسباب الرئيسيه كاين اسباب اخرى ممكن لكن هادو الاسباب الرئيسيه ملي كنقولوا دكتور دغيري مثلا المراه اللي كتكون تعرضت للنزيف حتى في الولاده كيبان تاثير من كيبان يعني كيقدر يوقع مشكل ديال فقر الدم اللي يمكن المراه ما تنتبهش له وكنديروا التحليل حتى كنلقاو الكريات الحمراء ورا النزيف ديال الولاده وديال الولاده يعني ما انتبهشنا له وبقات ذات ما استطعتش ان تعوض ذاك النقص وبقات الانيمي بقات كتولي يعني فقر الدم اللي هو مزمن انيمي كرونيك ماشي حاد فهنا ملي كيكون عندنا فقر الدم
ملي كنحيدوا المشكل ديال الدوره الشهريه ما بقاش مشكل على مستوى هذا الدوره الشهريه ما كاينش مشكل كنشوفوا الجهاز الهضمي غالبا كنديروا فحص بالمنظار على مستوى المعده وعلى مستوى القولون كتسمى لا فيبروسكوبي ولا كولوسكوبي لان كيكون شي سبب اللي يرجع لهذا الشيء يوقع هنا هي فوزيا تخوفت من هذا المشكل ديال المنظار ما عندها علاش تخوف لان اولا حاليا الاغلبيه ديال الاطباء ولا كيديروه يعني بالبنج ما بقاوش كيديروا باش كنقلبوا على الكوفو التخدير خاصه البنج يعني كنقلبوا على راحه المريض ما كنقلبوش ما بغيناش نعذبوه حنا بغينا نديروا واحد ليكزام واحد الفحص هو مرتاح هو مرتاح باش حتى الطبيب كيدير الفحص هو مرتاح كيبان ليه اما اللي كان هو موتر ولا كيبغي يحيد ليه هذاك المنظار ولا فايق شحال هذه فعلا هذه في السنوات كنا كنديروا واحد البنج غير موضعي دابا لا دابا ولات الغالب الاحيان غالب الاحيان كدير سوز انستي جينيرال واحد المده معينه الطبيب كيعرف شحال وكيقدر يدير فحص غالبا كيدير فحص بالمنظار يشوف الجهاز المعده واللي ما لقى والو كيكون ديجا المريض مجهد باش يشوف له حتى القولون باش كيشوف ليه كاع الاماكن اللي تقدر تنزف بالتالي اللي ربما يكون شي بوليب كيتسمى ماشي حبيبه ولا شي جرحه او شي يسير هنا شي اسباب جد 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 متعدده خاصها نلقى واحد التفسير باش المشكل ما يبقاش يرجع مره اخرى. نعم لك جزيل الشكر الدكتور مصطفى الودغيري طبيب متخصص في الطب الباطني وطب المسنين تلقاو على خير ان شاء الله الاسبوع الماجي. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه ما تنساوش غدا باذن الله غادي يكون موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم ما تنساوش تلتحقوا بنا من خلال انستغرام صحه وسلامه اوفيسيال وممكن تخليوا كل الاقتراحات وكل الاسئله ديالكم. شكرا جزيلا لوفاء فائز فوندا رافقتني في الاخراج وهدي عفاف ماجد كنتمنى لكم بقيه اوقات طيبه وممتعة تقضيوها دائما رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم ميد راديو إلى اللقاء.
بغيتي تعمل